سؤال آخر يقول السائل: كنت أعمل مندوب مبيعات مع تاجر جملة، تركت العمل عنده وأريد أن أعمل في نفس المجال بمال خاص، هل توجد مشكلة أن أبيع نفس السلع وأن أسوقها لنفسي العملاء الذين تعرفت عليهم من خلال تعاملي معه؟ ده سؤال رقم واحد. المسألة الثانية: هل هناك من حرج إن قمت بعرض السلعات للعميل وأنا لا أمتلكها، ثم إذا وافق عليها وعلى السعر ذهبت اشتريتها ثم بعتها له، هل في ذلك حرج؟ الجواب على الجزء الأول يا رعاك الله: إذا كان صاحب العمل الذي خرجت من عنده كان قد اشترط عليك في تعاقده معك ألا تنافسه بالعمل في نفس المهنة خلال مدة زمنية معينة أو في إطار مكاني معين، فينبغي لك التقيد بذلك، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لقد جرت عادة بعض التجار أن يثبتوا في عقودهم مع موظفيهم هذا، ألا تعمل في نفس هذا العمل خلال مدة معينة أو في إطار مكاني معين. إذا كان قد اشترط عليك هذا شرطا يلزمك الوفاء به، وإذا اقتضاه العرف أيضا ينبغي لك الوفاء به، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك، لا عرفا ولا شرطا، فهو على أصل الحل، بارك الله فيك. بالنسبة للمسألة الثانية، ما ذكرته من عرض السلعة على العميل قبل تملكها لا يصلح يا بني إلا إذا كان في إطار المواد المواعدة وليس المعاقدة. انتبه إلى قاعدة مهمة: لا تبع ما ليس عندك. لا يجوز أن تبيع سلعة قبل تملكها. في الباب حديث حكيم ابن حزام يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتينا الرجل يسألني عن البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ نفس مسألتك. فقال: لا تبع ما ليس عندك. لا يجوز أن تبيع سلعة قبل تملكها. أما إذا كان الأمر في البداية مجرد مفاوضات، مباحثات، مواعدات، لكن لما تبرم العقد بعد، إذا كان مجرد تواعد على توفير السلعة، فإذا تملكتها بعتها له، يصبح البيع والعقد بعد التملك، فيتحول التواعد إلى التعاقد، فلا حرج في هذا، وذلك بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية، بيع المرابحة للآمر بالشراء.